ومشاهدينا ننوه لهذا الخبر العاجل، حيث هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية الشعب المصري بمناسبة أعياد شم النسيم. وفي تدوينة لها على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، قالت السيدة انتصار السيسي إن عيد شم النسيم يأتي كل عام حاملا معه البهجة والأمل، مضيفة أن المصريين يتشاركون فيه العادات والتقاليد الأصيلة ويتم التعبير فيه عن حب الوطن الغالي، داعية الله أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء وشر.